طلع جزائري قلت لك حابب انه نحكي عنه، اللي هو شاب صغير عمره 25 عام. الله يبارك. هو طالب بكلية التكنولوجيا بجامعة محمد أبو ضياف بالمسيلة، الله يبارك، واللي ما شاء اسمه الله. صهيب سلطاني. هلا بطلب من كنترول يحطوا لنا صورته. يلا. صهيب سلطاني، هلا انا اللي حبيته اكثر انه هو استلهم من المشاكل اللي ممكن موجوده بالجزائر، او المشاكل اللي موجوده كانت موجوده بالعام الفائت، مثلا الحرائق اللي صارت بالصيف الماضي تنذكر وما تنعاد ان شاء الله، ان شاء الله. نعم. مشكله الاكسجين اللي صارت كمان بالموجه القويه اللي كانت للكوفيد. للكوفيد. فمن هدول الاشياء هو استقى ابتكارات حاول انه يفيد البلد تاعه. بس بدي اطلع من اليوتيوب وروح على اوكي. في عندنا اول اختراع اللي هو، هلا نحن عم نشوف هذا هو الاختراع، اللي هي كرات حساسه للحرائق. كيفاش تعمل هذه كريم؟ ايوه، تحسس الحرائق. هلا هذه الكرات بيحطوها، هي بتتحسس الحرائق على بعد. اول شيء كان اول ما اخترع وجد الاختراع كان على بعد 5 امتار، بعدين عملوا تحسين صارت على بعد 15 متر بتتحسس للحرائق. اوكي. واكيد في عندها في عندها آلية لحتى إطفاء الحرائق. أنا لسه ما كثير فهمت، لأنه أنا كنت حابب قبل ما نحكي بالموضوع كنت حابب إني أقدر أتواصل معه، لسه ما لقيت طريقة إني أتواصل معه لحتى إن نجيب شاء الله ضيف معنا نتواصلوا معه لهون. ونجيبه. تماما، كثير حابب إنه نحن نجيبه معنا لهون الاستديو يشرح لنا أكثر عن ابتكاراته، لأنه هدول الناس وهدول الشباب هن يعني اللي بتفتخر فيهم من بلادك. شاب طبعا عمره 25 طبعا، عام ما شاء الله صار في عنده 4 اختراعات، ما شاء الله. وهلا اختراعاته لساتها عم تنتظر مين لحتى ياخذ بايده للمنتج الاقتصادي، لحتى تصير منتج اقتصادي. يعني هي مثل ما بيقولوا توافق عليها. هذا هو الشاب صح كريم، بدك صهيب هذه سلطاني. كمان، هذا هو ايه هذا هو النموذج الاولي للاختراع تبعه. داكو، هذه يعني كرة نورمال، بالون كرة، كرة حساسة للحرائق. يعني كرة في يعني تكون محطوطة في كاش غابة ولا في كاش بلاصة تماما تحسس. ايه تماما، مثل حساس الحرائق اللي بنحط بالغرف، مثل اوكي، باش نعرفوا برك كيفاش بالمباني. نمشي فهموا تاني الناس. ايه كريم، ايه، فبنقول انه هي ابتكار خليه الكشف عن الحرائق، هو عباره عن جهاز لتحسس الحرائق على بعد. اول شيء انه 5 امتار، بعدين تم تطويره لحتى صار 15 متر. ولاقى هذا الابتكار اشاده واسعه، وحتى صاروا يشاركوه بزاف، صاروا يحكوا عنه بزاف بالملتقيات الوطنيه. وكمان على الرغم وقتها كان انتشار جائحه كورونا، ما منعت صهيب سلطاني من القيام بطرح جديد على الطلبه عبر الفيسبوك، وهو المشاكل المصاحبه لفيروس من نقص الاكسجين. هذا هلا بدنا نحكي عن الاختراع الثاني، اللي هو تمكن من خلال هذا الطرح تكوين فريق يضم نخبه من الطلبه والشروع بصنع جهاز لتوفير الاكسجين اللي بيعتمد على الماء من خلال تحويله الى اكسجين. اذا هن يفككوا الماء ويحولوه لاكسجين. داكو. تحت اشراف مجموعه من الطلبه من ضمنهم فريق الهندسه الكهربائيه وطلبه العلوم الطبيعيه وطلبه علوم الماده بمساهمه جمعيه الابداع والابتكار بالمسيله. بعد صنع هذا الجهاز وبعد هذا التعاون بين الطلبه من اكثر من جهه، فكر انه هو بمشروع يجمع طلبه الجامعات ويعمل على تقريب الجامعات والطلبه والشركات من بعض البعض. وعمل منصه على الانترنت سماها ذا جينيوس. هاي المنصة هي تعتبر أول منصة جزائرية مهتمة بخدمة الطالب والأستاذ الجزائري من خلال إبراز طاقاتهم عبرها، خاصة وأنها تتيح الفرصة للجميع من خلال بيع الدورات التعليمية والدروس الخصوصية. إذا هي بتقرب الطلاب والأساتذة من بعض، كمان أيضا اللي حابين يعطوا دروس خصوصية، اللي حابين يبيعوا مثلا ممكن أشياء تفيد الطلاب بدراساتهم، ممكن يبيعوا دروسا او يقوموا يعني بنشاطاتهم عبر هذا الموقع. وايضا كمان هي بتقرب الادارات الجامعيه من الطلاب، ممكن طرح مشاكل الطلاب، ممكن كمان يصير في تعاون من الطلاب مثل ما صار هذا التعاون انه هنا يحولوا الماء للاكسجين. فوالا يكون تعاون ما بيناتهم، تعاون بالمعلومات، تعاون بالخبرات، تعاون بالتجارب. تماما. وكمان اقترح صاحب الابتكار خاصة بما يتعلق بمشروع ذا جينيوس على جميع الجامعات الجزائرية الاشتراك بالمنصة، أين يتم من خلالها التواصل أكثر بين الطلبة والجامعات والمدارس لتطوير الجامعة الجزائرية وإلحاقها أكيد بركب دول العالم المتقدم. فهذا مشروع جدا جميل، الفكره جدا جميله انك انت بتجمع كل الناس، كل الطلبه، كل الاساتذه، كل الجامعات بمنصه واحده لحتى تحاولوا انه توصلوا لنتائج جميله ممكن تفيدوا فيها البلد اكيد واهل البلد.